السلام عليكم. اليوم نعرفوكم واحد الحي جميل رائع، حبذا لو يعني تجارب من هذا النوع تتعدد يعني وتتعمم في كل ولايات الوطن. فيه يعني طبقة من المجتمع أثرياء عندهم إمكانيات، ممكن يعني تكون فيها أحياء من هذا النوع للأثرياء للطبقة اللي يعني ميسورة. أحياء جميلة جدا، نشوف فيه هنا إبداعات وفيه يعني فيلل رائعة. وهذا الحي يقع بولاية وهران، في مدينة وهران بالضبط، وفي حي جمال، يسمى حي جمال، وأنا نسميه حي الجمال. حي الجمال لأنه صح جميل، وربي خلق وفرق، وهذا أمر طبيعي أن يكون فيه طبقة ميسورة في أي مجتمع في العالم، ولا بد تكون فيه دي كومبارتيمون. يفو كل سوسيتي سوا كومبارتيمونتي. ونخليكم تتمتعوا بهذه الصور الجميلة، ومع نهاية الفيديو السلام عليكم.